قادرات؟ بالشغل هو ما بحس بس انا قلت راي بيرد دغري؟ مفروض دايما بيرد. ايه شو مسميتي على تليفوني؟ نينجا. تقبريني قد ايه صار لك مش حكي مع بيي؟ انه لايف بين ميبي لايك 2 دايز 3 دايز 5 دقايق شي ساعتين هو وصلنا على الجامعة. عادة شو بتقولي له بيك بس تحكي؟ بتطمن عليه، بتطمن كيف كلبه، وإذا بدي شي بطلب منه. It's the minimum. لما عوز شي urgent أكيد دغري أول شخص بدي أدق له. بصير خبر أخبار وهو بيعمل حاله ما بيسمعني بس كتير بحب يتابع لي أخباري. كتير مهضوم بي وكتير قريب من القلب. خبران حي إنه خبره عن شو عم يصير معي أو إذا مثلا عندي شيء بدي اعمله ماما خلتني بترجيه هو بيقنع اذا بدي مصاري او اذا بدي انه يوصلنا على الجامعه بحكي. شو رايك هلا ندق له ونعيده سوا؟ اوكي شور. ايه بابا ميرسي على المعايده. ايه بدي اقول لك شيء. شو متوقع اني اقول لك؟ انا بحبك كثير. اوكي شو كمان؟ وانه انا بالجامعه كثير منيحه. معك حق، أنا كتير بحبك، أنت كل يوم إلك وأنا بحبك كتير وإن شاء الله بطلع مثل ما أنت بديك يعني أطلع. Happy Father's Day. صبريني يا بابي. Love you. مي ماتش مور حياتي، مي ماتش مور. Thank you على كل شيء و I love you so much و thank you for your continuous support. That is my pleasure. بس هيك ما بدك تقلي إنه شي تاني؟ I love you of course. أنا كمان أكثر. No, I don't think so. إيه بدي أرجع أقول لك Happy Father's Day هلا. Love you, Pop. وأنت كمان. شو خير إن شاء الله. Happy Father's Day. آه والله. بحبك كثير. بس هيك؟ إيه بس هيك. إيه حبيبتي بابي. الله عليك. شو قولك أنا رح أقول؟ رح أحرك بشيك. لا لا ما تخاف شوفي بس كان بدي عايدك بعد مرة أقول لك Happy Father's Day جون ما بقى تعايدين من هذا الأخير.